شكرا لزميلي العزيز محمد الأحمد، شكرا لنبل أخلاقك ولحسن تقديمك، وشكرا للكباتن الكبار كابتن حسن إبراهيم والكابتن أحمد سعيد، نرفعه عاليا ليبقى شامخا كل عام والإمارات العربية المتحدة وعلم الإمارات بالخير، وكل عام وقيادة الإمارات وشعب الإمارات بكل خير. دائما وأبدا ما نردد عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا. في يوم العلم الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين هنا من استاد كلبة، المواجهة المنتظرة التي ستجمع ما بين اتحاد كلبة وشباب الأهلي هنا في مباراة يريد نادي كلبة أن يصحح فيها أوضاعه بعد أداء رائع الكل يشهد به، ولكن يصادفه أنه في بعض الأحيان لا يفوز، وعلى الجانب الآخر الأهلي من أجل مزاحمة الصدارة مع الوصل الذي انتشى بالفوز أمس على العين بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف 1. مرزوق رينان فيكتور، تمريرة طويلة من رينان فيكتور، حلوة في المساحة إلى يحيى الغساني، ولكن هنا عيسى الهوتي، عيسى الهوتي بيدي هدية ليحيى. يا راجل يا راجل يا عيسى يا هوتي، ادى هدية ليحيى الغساني اللي كان عايز يكافئ شباب الأهلي على هذه الهدية، لكنها اعتلت العارضة وفي الشباك الخارجية إلى ضربة مرمى. شوف الكرة اللي اتلعبت طويلة، وشوف هنا عيسى الهوتي بتعمل إيه يا عيسى، بتعمل ايه يا عيسى، وهنا يحيى الغساني لفها لكن كانت عاليه شويه ومرت الكوره الى خارج الملعب والى ضربه مرمى من نصيب اتحاد كلبه. اذا فرصه هنا وفرصه هناك، فرصه في الدقيقه 8 لاتحاد كلبه وفرصه لغير بعرض الملعب الى عزيز جون جانييف، حطها في اليمين لاحمد عبد الله جميل، بيدور على كروس جميل، يا لعيب يا لعيب يا ماثيو ساو، لكنها على يسار عيسى الهوتي والى ضربه مرمى. ادي هنا يحيى الغساني، شوف تقدم كده ومع عبد السلام اللي مرضيش يعني يبيع نفسه في الكره اللي فاتت، فضل مأمن على الاثنين 3 متر كده ولا على النص متر اللي قدامه، ان هو ما يدينيش فرصه ان هو يعدي، وبدا يضيق المساحه عليه، وكل ما يتقدم خطوه الثاني يرجع خطوه لحد ما مره واحده وقف له، فما كانش قدام يحيى الغساني الا ان هو يلعب بالعرض عند عزيز جون اللي لعبها الى احمد عبد الله جميل. دفاعي عبد السلام محمد القائد مع ولا سانتوس وميشيل درويباك، لكن نبص الكره من احمد عبد الله جميل، احمد عبد الله جميل يلعب الكره الى جليرمي، استلم استلم، عد 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 عرضيه، وهنا 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 هدف عكسي، ولكنها هديه لا ترفض يا عبد السلام بالخطا في مرمى، ومبكرا ومبكرا بعد دقيقة و20 ثانية يتقدم شباب الاهلي، جليرمي ضغط لعب بالعرض عبد السلام محمد بالخطأ في مرمى هدف عكسي ليعلن عن أول أهداف شباب الأهلي، 1-0 بالخطأ في مرمى أون جول عبد السلام محمد يسجل في مرمى. هل هي يا ترى يعني جولة الأون جول ولا إيه؟ لكن هنا هدف عكسي زي ما احنا شايفين المرور، وعدى ولعب الكورة، وآدي هنا الهدف اللي بيتسجل بالخطأ في مرمى عبد السلام محمد يعلن عن أول أهداف المباراة في الدقيقة 47، يتقدم شباب الأهلي 1-0. لسه ما كناش قلنا التشكيل، لسه ما كناش قلنا التشكيل وما كناش اتكلمنا، يعني عايز اقول لكم على فون برجار يلعب عند عبد السلام لكن تتقطع في المقابل بقى شباب الاهلي، لكن نبص الكوره حطها له، راح انفراد راح انفراد راح انفراد، كارتابيا كارتابيا، ممكن الثاني ممكن الثاني ممكن الثاني، لكن مش الثاني، لكن لسه ممكن لسه ممكن. عيسى الهوتي وحش، عيسى الهوتي وحش يا راجل، بتعمل الصعب بتعمل الصعب يا كارتابيا، بتدي زمايلك كل كرة يا كارتابيا، بتصنع أهداف يا كارتابيا، بتمسك الملعب يا كارتابيا، يا راجل ده أنا مسميك المعلم يا كارتابيا. انفراد يضيعه لكن رائع عيسى الهوتي، وحش عيسى الهوتي اللي ينقذ مرمى اتحاد كلبة من هدف تاني. ضربة ركنية لشباب الأهلي ما من الهدف التاني إلى ركنية عالية من عزيز جون، لكن هي لكن هي من ماثيو ساو، عزيز جون لف عرضية وماثيو ساو يداويها في الشباك. شباب الأهلي مشتعل، شباب الأهلي اون فاير، القوة الحمراء تصدح والأهلي يتقدم بالهدف التاني 2-0 2-0. ماثيو ساو في الدقيقة 50 يسجل الهدف الثاني لمصلحة
شباب الاهلي 2-0 من بدري. يعني شوط اللقاء الاول من ابرز علاماته انه بالرغم من الغيابات اللي عند اتحاد كلبة الا انه قدم شوط اول يعني متوسط، لكن هنا في شوط اللقاء الثاني يبدأه شباب الاهلي سريعا. عنوانه ائتني بالصدارة، هات لي الصدارة، رجعني للصدارة، جايلك يا وصل، جايلك يا وصل. وماتيوساو يعلنها، نحن مع الوصل في الصدارة. اتنين دي شباب الاهلي اللي هيلعب الكرة الى كرة تسديد. ده يا لعيب، روعة روعة روعة، قذيفة قذيفة من عزيز، جون بجون من عزيز، جون بجون. وجانييف يقضي مبكرا على آمال اتحاد كلبة بقذيفة لا تصد ولا ترد، عارفة مكانها في المرمى، عارفة مكانها في المرمى. يا عزيز يا عزيز يا عزيز اللي بيسجل الرابع لصالح شباب الأهلي. شوف هنا الخطأ يا مخرج، هات الفاول يا مخرج، هات الفاول يا مخرج. وعزيز جونجانييف على طريقة جونينيو، على طريقة ميهايلوفيتش، على طريقة بيرلو، وعلى طريقته عزيز جون جاب جون، عزيز جون جاب جون، وهو الهدف الثالث لشباب الأهلي. 3-0 3-0 في ظرف 7 دقائق من شوط اللقاء الثاني، شباب الأهلي يحضر بالهدف الثالث في ظرف 9 دقائق، بالسبعة في ظرف 9 دقائق. وعزيز جونجانييف ضربة حرة مباشرة يسكنها في مر كارتابيا، لسه الكرة مع كارتابيا، عايز يمررها كارتابيا، مر 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 مر، خطيرة 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 خطيرة، لكن عيسى الهوتي من أمام ماتيوساو، والمرة الثانية العرضة. مش معقولة يا جماعة، مش معقولة يا جماعة، عيسى الهوتي شال كورة على طريقة بيتر شمايكل، اه والله على طريقة بيتر شمايكل. شوف هنا الكورة اللي عدت، لكن كارتابيا شوف لعب الكورة، شوف هنا ماتيوساو براسه، وهنا الحقها عيسى الهوتي، ثم بعد ذلك تسديدة من ماتيوساو، العارضة والقائم ثم جانييف، لكنها تعلى عن العارضة وإلى ضربة مرمى، عيسى الهوتي طلعها، وماتيوساو يحاول تاني، جاب في العارضة وبعد كده في القائم ثم سدد.